احنا اتبقى عندنا 550 بون. طيب عندي 550 بون وانا اوريدي فتحت ميزانيتهم، شوف البسطاء تاني، اعمل لي تدوير تاني لحاله البسطاء، هات لي بسطاء من زملائنا اللي ما بيشتغلوش، يلا اديهم، كلمهم واديهم. فيا استاذ مصطفى عشان دينا. ما ندمش ان انا مش عضو عندك في لا الحمد لله رب العالمين، عضو في منخبط الممثلين منخبط السينمائيين باخر باخر الموسيقيين. جينا عضو عندك يا استاذ، ده انت تنور يا استاذ محمد. جينا في قبل العيد باسبوع يخطر على بالي، راح تخطر على بالي كده، قلت احنا كنا واحنا عيال صغيره كنا بنلم العيديه من قرايبنا، لما تاخدي العيديه وممكن امي وابويا كانوا بعد ما نروح يقول لك هاتهم يعني، بس قد ايه اللي احنا البني ادم بيفرح بان حد يقول له خد بونبونيه يعني. فقلت لهم ما تيجوا نعمل حاجه يا جماعه، ولو باجر رمزي نفتح عاديات لزملائنا، عاديه من النقابه لاول مره اشوفها، وفي ظرف شيك ومكتوب عليه شكرا تقدير يعني حتى المعنوي كمان مش بس دي. انا كانت فرحتي ان بتجيني اساتذه ودنيا وكنت بقوم اقف لهم عشان يحسوا ان الامر عادي جدا، ده من نقابتهم، هي مش منه مني لا من ولا بس قد ايه كنت لما بلاقي موسيقي داخل وانا كمان بضحك في وشه بحسسه ان انا واخد زيك يعني، هي قيمه رمزيه كانت 200 جنيه يعني مش قصه يعني، بس احنا من عددنا كبير، احنا عددنا كبير والمعاشات عندنا 3000، فالارقام دي بتسمع معانا في ارقام كبيره يعني، لما تكون عندك الاعضاء العاملين 8000 او 8500 معاكي 3000 معاشات، ده ارقام كبيره، لما تيجي انت حتى ال 100 جنيه تعمل معاكي تحقق معاكي فوق الملايين يعني، بتروح لملايين، بس قد ايه بيبقى حاجه تقدير بسيط من بيته من قبل. كل اللي حضرتك شايفاه بره دلوقتي ده نتيجة طبيعية، ريزلت طبيعي جدا لناس شافت اتفرجت، وكنت اول باول ايرادات كل شهر بعلنها على صفحتي، واللي يدخل نقابة اقول له اللي عايز يدور في اي حاجة ينزل يدور يا اساتذة، افتحوا للناس كل حاجة زي الورقة، انا بسلم فترتي النهاردة كان لازم يبقى معايا ورقة بايراداتي، انا مستلم نقابة فيها 70 مليون الحمد لله رب العالمين، ما استلم نقابة فيها 70 مليون من ايام سيادة الغناء العربي ام كلثوم لغاية ما انا استلمها من 8 شهور واسلمها النهاردة فيها 128 مليون، ده غير زي ما بقول لحضرتك لو ما كنتش رفعت المعاش 3 مرات، ودي بتسمع معايا حوالي مليون جنيه في الشهر على 8 شهور دول 8 مليون، المنح والعيديات والكلام ده دخل معايا في حوالي 2.5 مليون، العلاج اللي انا زودته بنسبة 100%، العمليات الجراحيه كانت 15000 بقت 30000 يعني، وصلنا صرفنا كتير كمان يعني، كان ممكن النهارده كنت اعلن ان انا معانا 145 مليون 150 مليون، فالحمد لله رب العالمين هو فائض مشرف. كل ده لما يكون قدام زمالك مطروح على الموسيقي المهني البسيط وعلى الاستاذ الدكتور في اوبرا ولا في كونسير ولا في اكاديميه ولا كليه تربيه نوعيه ولا تربيه موسيقيه، وزملائك بتوع الشارع لما اعلن عنهم كل ده بشفافيه، كنت لازم تشوفي مشهد الحب والاحترام اللي حاصله، جيت اكملها ولازم تكمل كده.